يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب متفوق حصلت على نسبة عالية في الثانوية، فأصبت باكتئاب ووسوسة وذهبت إلى الأطباء النفسانيين فصرفت مبالغ كبيرة على هذه الأدوية ولم أستفد، واستخدمت الرقية وأنا على ما أنا عليه منذ شهور عديدة، وأنا قليل الرغبة بالعلم والدراسة وأتمنى الموت في كل لحظة. سؤاله ماذا أصنع؟ هل أرجع إلى الأطباء مرة أخرى لأنهم يقولون هناك علاج آخر، لأن الأول لعله لم يناسبني، أم ماذا أفعل؟ أرشدوني وفقكم الله. عليك بالصبر، عليك بالصبر والإكثار من الدعاء الصباح والمساء والورد، استعمال الأوراد الشرعية صباحا ومساء، والإكثار من الدعاء، ولا تيأس، الله قريب مجيب، وإذا كان هناك أدوية مباحة ونافعة استعملها. نعم.